السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلص. معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب الجزائر القادمة أمام منتخب بوتسوانا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم أفريقيا 2026، كأس العالم من قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بإذن الله تعالى. منتخب الجزائر هيلعب أمام منتخب بوتسوانا بإذن الله تعالى في الجولة الخامسة العام القادم 2025، بالتحديد يوم 17/3/2025، الجولة الخامسة يوم 17 يوم الاثنين 17/3/2025. ولكن الميعاد امتى بالظبط؟ احنا عندنا ثلاث مواعيد، يا اما الساعة 5 مساء بتوقيت مصر اللي هي 4 اللي هي 3 عصرا او مساء بتوقيت الجزائر، يا اما الساعة 7 مساء اللي هي 6 مساء بتوقيت الجزائر اللي هي 5 مساء بتوقيت الجزائر، يا اما الساعة 10 مساء اللي هي 8 مساء بتوقيت الجزائر. هم دول الثلاث توقيتات الخاصين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم من قارة أفريقيا. متابعينا الكرام، القناة الناقلة هتكون ساعتها هي قنوات اس اس سي سبورتس اتش دي، وبالتحديد قناة اس اس سي سبورتس اتش دي 1 الأولى. بالنسبة للقناة الناقلة من الجزائر هي قناة الجزائرية الثانية والجزائرية السادسة بإذن الله تعالى. قلنا 17/3/2025 الميعاد، الموعد بالظبط مش متأكد منه أكيد يعني، لأن لسه السنة الجاية. الجزائر حاليا عندها 9 نقاط بعد ما فازت 3 مباريات وخسرت مباراة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك، وطبعا متصدرة مجموعتها. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.